السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة جديدة على يو بي اس، كيف تصنع يو بي اس محلي. هالحلقة الحلقة السادسة، وان شاء الله تكون الحلقة الأخيرة طبعا بصناعة اليو بي اس، بس تيكون في حلقات قادمة أعطال اليو بي اس. هذا اليو بي اس بالذات ايش في أعطال دارجة بدنا نشرحهم مستقبلا. هلا هالحلقة بعد ما ركبنا هالقطع كلها، هلا تنجرب اليو بي اس، دارة الإيقاف، القاطع، مقياس الأمبير، مقياس الآفو الديجيتال. هلا بدنا نغذيه ب 12 فولت. طبعا هون ركبنا مكان بطاريات، هدول مقابس بطاريات ركبناهم عشان يكون جاهز، يعني اي واحد يجي راسه مباشرة بيركب على البطارية مباشر. هذا السالب مع السالب، والموجب مع الموجب. هلا هون طبعا الضوء الاحمر اشتغل، يعني انه التغذية وصلت على البطارية. هلا بنشغل الجهاز، عم يعطي 68 فولت. بنعير مقاومة الفولت، مسجل عليها فولت، بنعير الى ما يطلع 220 فولت. عم تلاحظوا ما هيك؟ هاي 220 فولت. في عندنا مقياس، هذا المقياس بيقيس الفولت كمان، كبسة منهم بيقيس الأمبير، كبسة الثالثة بيقيس الهرتز. هلا الهرتز مخربط، هلا بنعير الهرتز على 50 هرتز. طبعا في مقاومة، في مقاومة جواتها بتعير الهرتز، يعني مقاومتين، واحدة للفولت واحدة للهرتز. هلا بنعيره وبنشوف الهرتز هون. هاي 50 هرتز، 50.4 ما يفعل، المهم 50 هرتز. هذا التردد، هذا طبعا الهرتز هو 50. اللمبة العادية، هاي اللمبة مثلا، اللمبة العادية هاي 50 زبزبة بالثانية. طبعا العين المجردة ما عم تشوف ما عم تلاحق تشوف هالزبزبة. يعني دول العالم كلها الهرتز 50 زبزبة بالثانية، ما عدا امريكا 60 هرتز. اما بالنسبة للفولت، يعني اغلب العالم 220 فولت، ما عدا اليابان هلا طوروها سوى 60 فولت. سوى 60 فولت لانه البني ادم يتكهرب، يتحسس يعني كهرباء ل 60 فولت. يعني طبعا اذا الانسان السوري يمكن ال 120 150 فولت كمان ما يتحسس فيه، يعني من هالازمه اللي مرت فيها سوريا. المهم هلا هدول نفس الداره جواد، مشان يبين معكم انه على الصوره هون شلون وصلنا هاي الداره. نقدر بنركبه هيك كمان، وبنحط رانجسترات 3205. هو إلى قاعدة مجرد بس ترانجسترين، أنا ضفت ثلاثة. طبعا شخد ما تضيف شخد ما يكون الاستطاعة أقوى يعني ويتحمل أكبر. هون الثالث ضفته أنا من عندي، من هون صار ثلاثة. طبعا المقاومات هون بين الجيت والسورس 110 كيلو. انا هون حطيتها مباشرة هون، هون بين هاد وهاد، يعني هلا بين الجيت والسورس او من هون لهون كمان 10 كيلو. اما يبقى هون
المقاومة 33 اوم، هذا بين خط الخرج تبع دارة التقطيع، دارة التقطيع خطين لها هون، هدول واحد اثنين هون، هاي دارة التقطيع طلعت طرفين. التغذية لازم يطلع 5 فولت اثناء التصليح، لازم تعرف يعني اكثر من 5 فولت يا ترانزستور هذا مضروب، هذا 337 يعني تتأكد منه، يعني بيجي الخمسة فولت النبضة يعني بتجي على الجيت، وبعدين بيتوصل الخطين مع بعض، السورس مع درين. هلا هون صار هل الكهرباء 214 بنعيره صار 212، سوية 220 طبعا يختلفوا، الديجيتال زائد ناقص 5 مو مشكلة. على المهم هلا هاد 220، نقبس على الهرتز، هاي 50 هرتز، 50.5 كمان ما بيأثر كتير. والديودات انا حطيتهم كمان للامان يعني اكثر، يعني انا قلت لكم شرحت لكم قبل هلا انه هذا الموسفت اثناء بيجي الكهرباء بيصير ديودات، واثناء بيولد كهرباء بيصير ترانزستور عادي، بيصير تكبير يعني. هلا هون خلصنا، بقي الجماليات هون. هلا في فتحات، مرات اغلب الصناديق بيجوا الى الفتحات، بنحط لها لصقة بحيث انه يعطيها جمالية، وبن نلغي الفتحات اللي من اساس من الوكالة جايين فتحات. هلا هون اذا حطيناه هيك، هلا هاد صار، هلا هذا اليو بي اس جاهز، هلا هاد اليو بي اس جاهز. هلا بنجرب شي لمبة عليه، هاي اللمبة هاي شغالة. هلا اذا طفيناه بتطفي، طبعا هاي البطارية شغلنا على البطارية. هلا بنجربه على الكهرباء، بنحط فيش الكهرباء مباشر. هلا كهرباء، شوف 188، هاي الكهرباء تبع الشبكة. اذا طبعا اللمبة لاحظوا عليها شغالة، طلعنا الفيش الكهرباء فرضا انه قطعت الكهرباء، بيتم اللمبة شغالة، اجت الكهرباء ينقلب على الكهرباء. واليو بي اس ايش عملوا اثناء الكهرباء، وجود كهرباء بيغذي، بيمر مرور بيغذي تلفزيون مثلا او اللمبات مرور عادي، بنفس الوقت بيشحن البطارية. نفس الوقت بيشحن البطارية، لاحظوا البطارية شلون عم يزداد، عم يشحن وكهرباء مرور عم يمر، يعني البطارية بهيك حالة أثناء وجود الكهرباء البطارية ما لها عمل، بس مجرد عم تاخد شحن. فصلت الكهرباء، فصلنا الكهرباء، يستبقى صار هلا الكهرباء كلها على البطارية، البطارية تستهلك. هذا المبدأ اوتوماتيكي، هذا طبعا هذا بي اس تلقائيا. طبعا انت هاي المفتاح بالذات هذا اذا تم شغال يعني على الاون، هذا هيك حالة اوتوماتيكي، اجت الكهرباء مباشرة بيشحن، انقطعت الكهرباء مباشرة بيشتغل. في حال انه مثلا واحد سافر مثلا مو بالبيت كذا ما يريد يشتغل البطارية بيطفي هذا. اذا اجت الكهرباء مثلا طلعت الفيش كمان بوقع فيه، اذا اجت الكهرباء يشتغل اليو بي اس ويشحن البطارية، انقطعت الكهرباء بينطفي. هذا يعتبر هذا المفتاح مفتاح امان، يعني مفتاح امان. يفضل البطارية افضل شيء يعني طبعا البطارية يكون على
قطعة عازلة يعني خشبي أو مثلا بلوك يعني ارتفاع، لأنه إذا إجا على الأرض وإذا في مي بيعمل أعطال مما يؤدي إلى ضرب المسفتات. هذا اليو بي اس آخر حلقة من صناعة اليو بي اس، وإن شاء الله ينال إعجابكم. ويا ريت إذا ما اشتركتوا بالقناة تشتركوا بالقناة وبلزملائكم، يعني مشان يعمل هالعلم على الكل يعني يستفادوا منه. ولا تنسونا اللايك أو زر الإعجاب، يعني كل ما زر الإعجاب يعني يصير تفاعلات أكثر، الناس بيشوفوا الفيديو يعني، وتفعيل الجرس طبعا لا تنسوا تفعيل الجرس مشان يصلكم كل فيديو أنشره بيصلكم تلقائيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.